فريق برنامج الثمرة كان له زيارة للمعمل المركزي لنخيل البلح بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة بالدقي في محافظة الجيزة، وشفنا المعمل ازاي بيعمل على إنشاء وتطوير وإدارة مزارع نخيل البلح وحصر الأمراض والآفات وكيفية الوقاية منها لتوعية المزارعين. كمان معمل النخيل بيساهم في إنتاج الأصناف الجيدة النادرة اللي ليها قيمة تجارية. معمل نخيل البلح بيعمل على إجراء الدراسات لحفظ الأجنة الخضرية لنخيل البلح باستخدام تكنيك زراعة الأنسجة وإدخال أصناف جديدة ناتج زراعة الأنسجة وتقييمها وزراعتها في الأماكن الملائمة ليها. كمان عمل البصمة الوراثية لبعض الأصناف واستخدام الطرق التكنولوجية لمعرفة درجة القرابة بين الأصناف. والمعمل بيعمل على دراسة الجدوى والاستشارات الزراعية للنخيل، وبيساهم في زراعة مشاتل النخيل بأصناف المختلفة بالطرق التقليدية والغير تقليدية. دكتور عز الدين جاد مدير معمل النخيل، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا دلوقتي متواجدين في معمل النخيل، عايز تقول لي اهميه المعمل بالنسبه لانتاج التمور في مصر. معمل ركاز النخيل طبعا يتبع مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه. معمل النخيل الدور بتاعه بحثي ارشادي وتدريبي انتاجي. بالنسبه للبحثي طبعا بيقوم بالابحاث المكلف بها لكل ما يتعلق بالشجره المباركه، سواء من البستانه، سواء من الافات، الامراض، التصنيع منتجات ثمريه، منتجات غير ثمريه، ارشاد وتدريب، تسويق، اقتصاد، ميكنه، كل هذه تدخل في افرع المعمل. وفي نفس الوقت دي الابحاث اللي احنا بنشتغل عليها في النخله. الهدف الثاني اللي هو الارشاد والتدريب. المعمل المركزي للنخيل له افرع عديده على مستوى الجمهوريه في اماكن تجمع النخيل، في اسوان، في المنيا، في الواحات البحريه بالجيزه، في الدخله والخارجه بالوادي الجديد، في سيوه محافظه مطروح، في تاج العز وميت غمر بيد اهليه. هذه الافرع المختلفه تقوم بالدور الارشادي والتدريبي للنخيل في كل ما يتعلق بالنخيل على مدار العام. ومثال يعني احنا دلوقتي مثلا في اشهر الشتاء في الخدمه الشتويه، الخدمه الشتويه طبعا بيقوم الفنيين او الباحثين بيقوموا بتوعيه المزارعين والمهتمين بعمليات الخدمه الشتويه، عمليات التقليم في هذه الفتره، بعد كده عمليات التقليم والخف والتقويس والتكميم وجمع الثمار وكيفيه مكافحه الافات والامراض وكيفيه التسويق. يمكن المعمل ده كدور ارشادي وتدريبي. الدور الثالث اللي هو الانتاجي من خلال توفير الشتلات زراعة الأنسجة والفسائل المنفصلة من الأمهات، وكذلك في إنتاج التمور وتسويقها للمستهلك في هذه. أنا لو أتكلم على الأصناف هنا دكتور، عندنا كم صنف هنا بالنسبة لشتلات النخيل هنا؟ نعم. طبعا بالنسبه للاصناف احنا بنركز على الاصناف المهمه وذات العائد المردود الاقتصادي للمزارع وللدوله، يعني زي اصناف البرحي والمجدول والاصناف السكوت والبرتمودة والملكابي من الاصناف الجافه. طبعا هذه الاصناف اللي هي عليها اقبال تسويقي طوال العام. تمام، اسعارها ايه بقى؟ بالنسبة للأسعار احنا عندنا بالنسبة للبرحي والمجدول شتلات زراعة الأنسجة حوالي 2000 جنيه، بالنسبة للفسيلة المجدول تتراوح من الفسيلة المنفصلة من الأم وليست زراعة الأنسجة حوالي من 1400 ل 1500 جنيه، الأصناف الجافة حوالي 700 جنيه. اللي عايز يجي ياخد شتله يجي من هنا. بيحجز طبعا، بيحجز الشتلات بتاعته من المعمل قبلها بثلاث شهور عشان بيجي بيدفع 50%، بعد كده بيجي قبل الاستلام بيكمل ال 50% الاخرى، بعد كده بيجي يستلم الشتله بتاعته. احنا في مصر هنا دكتور عندنا خريطه لحصر النخيل في مصر هنا؟ طبعا احنا عندنا الاصناف بتاعتنا تنقسم الى ثلاث مجموعات. عندنا اصناف الرطبه زي السماني والزغلول والحيان والامهات وبنت عيشه، هذه الاصناف تجود في وجه بحري خاصه.
ولكن يمكن زراعتها في منطقة مصر الوسطى وجنوب مصر. المجموعة الثانية مجموعة الأصناف النصف جافة زي السيوي أو الصعيدي والعمري والعجلاني، ده بيوجد في مصر الوسطى والشرقية ويمكن زراعتها أيضا في جنوب مصر. المجموعة الثالثة اللي هي الأصناف الجافة زي السكوتي والبرتمودة والجنديلة والملكابي والدجنة، هذه الأصناف يمكن زراعتها تجود زراعتها في أسوان، ولكن بعض الأصناف الجافة زي البرتمودة والجنديلة والملكابي يمكن زراعتها في منطقة مصر الوسطى، وبتكون في هذه المرحلة أقرب إلى المرحلة شبه جافة أو نصف جافة، ويمكن حفظها وتخزينها لفترات طويلة في المخازن المبردة، ويمكن تسويقها بصورة مباشرة. لأن الأصناف الجافة إحنا لما بنيجي بنسوقها طبعا بنسوقها بصورة جافة، وطبعا المستهلك بياخدها دائما وأبدا ويستهلكها في شهر رمضان كتمور جافة، لكن إحنا لما نيجي نخزنها في المخازن المبردة طبعا بنقدر نحفظها طوال العام ونقدر نسواها طول العام. بدل ما عندنا دكتور تعداد للنخيل في مصر والإنتاجية، احنا بننتج قد ايه؟ التعداد النخيل قد ايه؟ احنا عندنا عدد النخيل حوالي دلوقتي 15.5 مليون نخلة. طبعا ال 15.5 مليون نخلة احنا انتاجهم حوالي 1.8 مليون طن، منهم 50% و52% من الاصناف الرطبة. في بعد كده عندنا حوالي 3% اصناف جافة، في بعد كده 25% أصناف سلالات البذرية، حوالي 22% أصناف نصف جافة. دي 100% بتاعت الأصناف بتاعتنا على مستوى الجمهورية. يمكن أكتر صنف فيه عرض حوالي عندنا 3.5 إلى 4 مليون نخلة صنف السيوي أو الصعيد، وده بينتشر في الواحات عموما يعني وجنوب مصر. طب احنا محتاجين الفترة اللي جاية نزود صادرات التمور، نعمل ايه؟ طبعا عشان احنا زي ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا عشان نقدر نزود الصادرات بتاعتنا الاهتمام بجودة صنف السيوي او الصعيدي. احنا عندنا ده تقريبا حوالي 400,000 طن انتاجه طول السنة، فطبعا ده هنا هو محتاجين مخازن مبردة بطاقة انتاجية مثلا حوالي 200,000 طن عشان نقدر نخزن فيها الثمار بتبقى بجودة عالية عشان نقدر نصدرها. احنا انتاجنا حاليا او تصديرنا دلوقتي النسبة ارتفعت من 50,000 طن الى 63,000 طن، وطبعا ده رقم برضو ضئيل بالنسبة مقارنة بانتاجنا على مستوى العالم. احنا الاول على مستوى العالم، لكن مرتبتنا في التصدير مرتبة صراحة ما بين التاسع للعاشر. لا احنا نطمح ان احنا نوصل على الاقل حتى الثالث الفترات القادمة، وخاصة ان احنا عندنا مقومات ان احنا نقدر نصدر، بس احنا محتاجين المستثمرين يساعدونا في توفير المخازن المبردة، مصانع على جودة عالية من الهايجين والايزو، لازم تكون المصانع دي عشان نقدر ننفذ فيها. طبعا ده اشتراطات السوق سواء الأوروبية او الصين او الاماكن اللي هي بتاخد الاصناف دي، لازم تشترط عليك اولا في المزارع بتاعتك لازم تكون واخد شهادات الجلوبال جاب، شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، كذلك شهادة الممارسات التصنيعية الجيدة. فلازم يكون المصانع بتاعتنا فيها جودة عالية واخدة شهادات الايزو عشان نقدر نصدر كميات كبيرة. طيب احنا النهاردة المعمل طبعا بيطلع شتلة ذو جودة عالية وبسعر كويس، احنا مشاركتنا بالنسبة للمشروعات القومية، في مشروعات كبيرة النهاردة بتقام سواء في توشكا او غيرها لزيادة انتاج التمور خاصة من الاصناف التصديرية. طبعا احنا دلوقتي في المشروع الرئاسي اللي هو 2.3 مليون نخلة في مساحة حوالي 37,500 فدان، طبعا ده مشروع من المشروعات القومية الرائدة على مستوى العالم، وفيه اكبر مزرعة على مستوى العالم واكبر كمية من الاصناف، في حوالي 50 صنف وفي نفس الوقت في مكان واحد. طبعا يعني المزرعة عندنا احنا مزرعة فريدة تعتبر من حيث المساحة والأعداد والأصناف اللي موجودة فيها. طبعا وهي حاليا دلوقتي بنعدها إن شاء الله للاشتراك في موسوعة جنس الأرقام القياسية إن شاء الله. طبعا المعمل مركز النخيل ومركز البحوث الزراعية طبعا بيقوم بالإشراف الفني على هذه المشاريع العملاقة كدور فني وكدور إرشادي. طبعا لأن لازم المركز يقوم ووزارة الزراعة تقوم بمهامها في الناحية الإرشادية والتدريبية والفنية. الناس النهاردة تعبت من سوسة النخيل، احنا دورنا ايه؟
سوسة النخيل طبعا سوسة النخيل أفة يعني هي خطيرة، ولكن المزارع عليه دور كبير جدا. وزارة الزراعة بتقوم بتوفير المبيدات بأسعار بنصف الثمن، وبتوفر الدعم الفني والإرشاد للمزارعين، ولكن احنا محتاجين المزارعين يهتموا معانا ان هو لازم. احنا بنقوله لما تيجي تقلم قلم في الشتاء، ما تقلمش في الصيف بعد جمع الثمار، لكن هو المزارع ما بيهتمش بالكلام ده. لكن احنا لو المزارع يهتم بالعمليات والتوصيل اللي احنا بنقوله عليها، ان هو بعد يبدا التقليم في اشهر الشتاء البارده، وبعد التقليم لازم يرش النخله بمبيد حشري عشان في رائحه بتفرز رائحه الكرمون، فبالتالي تجذب الحشره. انا لما أنا اعمل تشويش لهذه الحشره عن طريق الرش بالمبيدات مكان التقليم، في هذه الحالة ان انا هقدر امنع حدوث الاصابة. حاجة تانية، لما اجي افصل فسيلة لازم برضو اراعي الاهتمام ان انا بعد الفصل لازم ارش بالمبيد وامنع عشان امنع دخول الحشرة. كذلك ان احنا بنقول المية ما تلمش جذع النخلة، لان وصول الماء الى جذع النخلة يؤدي الى حدوث ترطيب لمنطقة الجذع، وبالتالي سهولة دخول الحشرة وضع البيض فيها. وطبعا ده بالنسبة يشكل طبعا مشكلة كبيرة جدا. فلازم ان في تكاتف ما بين المزارع معانا عشان نقدر نكافح هذه الآفة. وخلال جولة فريق برنامج الثمرة لمعمل النخيل، شفنا ازاي بيعمل على انتاج بعض النواتج الثانوية من نخيل البلح باستخدام تكنيك زراعة الانسجة، كمان بيعمل على بصمة وراثية لمجموعة اصناف منها الرطب ونصف الجاف، وبيعمل على حفظ الاصول الوراثية بطريقة تكنيك زراعة الانسجة وحفظ الاجنة لمدة تزيد عن عام. كمان تجميع البيانات الخاصة بمعظم أصناف النخيل التجارية المنتشرة والنادرة وأماكن تواجدها، وإنشاء مشات الأمهات في بعض محطات البحوث المختلفة، وده حسب أماكن أصناف النخيل، وإنتاج شتلات لأصناف النخيل عالية الجودة، وذلك باستخدام تكنيك زراعة الأنسجة للحصول على نباتات مطابقة للأم، وذلك لعمل إحلال وتجديد النخيل المتقدم في العمر، وتقييم بعض فحول النخيل للوصول إلى أنسب صفات الفحول القوية لتلقيح إناث النخيل لتحسين جودة الثمار. دكتورة منى حسن، وكيل معمل النخيل، اهلا بك. اهلا بحضرتك. احنا لو هنتكلم عن النهارده عن زراعه النخيل بالانسجه، احنا دلوقتي داخل المعمل، عايز بقى مراحل، اشرح لنا مراحل كل ايه فسيله كل صنف. عندنا المرحله الاولى مرحله البدايه، ودي حضرتك بتاخد الفسيله من جنب النخله الام، متاكد تماما انها متصله بالنبات الام عشان تبقى ممثله للصنف اللي انت بتعمل له اكسار، وتجري عليها عمليه ازاله الاوراق الخارجيه والالياف والجذور، وتدخلها المعمل وتعمل لها عمليات تعقيم، ودي بتبقى مرحلة الستارتنج. الهدف منها ان انت تحصل على مزرعة خالية من التلوث، ومزرعة حية خالية من التلوث. بتستمر مرحلة البداية في النخيل، هي طويلة شوية، هي كل مراحل الأنسجة في جميع النباتات واحدة، بس بيفرق من نبات لنبات في طول المرحلة. مرحلة البداية في النخيل طويلة شوية، ممكن تاخد من 6 لـ12 شهر. بعد كده بتدخل في مرحلة التضاعف. مرحلة التضاعف دي بقى انت بتحصل على ماس برودكشن، يعني كمية كبيرة من النباتات. تمام. الفسيلة الواحدة بزراعة الأنسجة بتطلع مش أقل من 500 نبات، فلك أنت الفسيلة الواحدة أو الجمارة لو حضرتك عندك فكرة، يعني أن الفسيلة دي أو القمة النامية بتاعت النخلة هي الجمارة، هي دي بعد عمليات التعقيم وبعد عملية الستارتنج والمولتبليكيشن وجميع المراحل مش أقل من 500 نبات من الفسيلة الواحدة، وقد يزيد العدد عن ذلك. يبقى أنت حضرتك أدي مرحلة البداية، مرحلة التضاعف، وبتبقى النباتات ابتدت فيها يبقى فيه شوط أخضر أو نباتات خضراء داخل المعمل. بعد كده بيبقى في كمية نباتات بتعمل لها سب كالتشر أو إعادة زراعة. البرطمان عندك بيبقى فيه جزء نباتي صغير، بعد شهر
بياخد المواد الغذائية بتاعته اللي انت محضرها له، وبعدين يتضاعف عدده جوه البرطمان الواحد. فانت بتقسم البرطمان ده على برطمانين او ثلاثة في ايه، في النقلة اللي بعدها، يبقى تحصل على ايه، البرطمان يديك اتنين، الاتنين يديك اربعة، والاربعة يديك 16، وهكذا لحد ما تحصل على نبات طويل شوية. يبقى ندخل في مرحلة الاستطالة. مرحلة الاستطالة دي انا بفصص النباتات، ما بتبقاش مجموعة بقى مع بعضها، هي بيبقى نبات قائم بذاته، كل نبات قائم بذاته، بعمل له استطالة، بأهله لمرحلة التجذير. بعد كده أدخله في أنبوبة فيها بيئة معينة بتكون الجذور بتاعة النبات. يبقى أنا عندي بقى نبات كامل في المجموع الخضري اللي هيقوم بالبناء الضوئي لما خرجه للصوبة، وفي المجموع الجذري اللي هيمتص المواد والعناصر الغذائية من التربة. تمام؟ طلعت النبات تجذير. مرحلة التجذير بتتم على مرتين، مرة بكون فيها الجذور على الجزء النباتي، ومرة بأهل النبات لأنه هو خلاص هيخرج من ظروف المعمل، ظروف الترفيه التامة زي ما حضرتك شايف كده. أنا بحضر المواد الغذائية والدنيا معقمة ومحطوط في أوضة متحكم في درجات الحرارة وشدة الإضاءة وهكذا. بعد كده أنا خرجه للصوبة برة التربة الطبيعية بقى، فلازم أهله لان هو هيخرج من وسط مرفه لوسط تاني فيه تقصير. فتبقى مرحله يعني بنعرف الاصناف ازاي؟ البرطمان ده ما تقدرش تقول ده مجدول او ده برحي او ده لا، لان النباتات متشابهه. تمام. لكن من الاصل حضرتك بتبقى مدخل عارف ان ده صنف كذا، برتمودا ده، سكوتي ده، مجدول، وبتكتب عليه وبتمشي بقى الدنيا كده على طول، انت ماشي معاك حاجه بتدل على ان ده الصنف الفلاني. تمام كده. يبقى لكن داخل المعمل تبص على النبات وتقول ده سكوتي ده مجدول، ما بيحصلش التفريق ده. يعني المراحل العمريه بالنسبه من بدايه الزراعه بالانسجه لغايه ما تطلع الصوبه، يعني 3-4 سنين بتقعد في البرطمان. بس حضرتك بقى بتنقل كل شهر كذا، كل شهر ونص في مرحلة البداية بننقل كل شهر ونص النباتات. وبعد كده بتروح الصوبة، وبعد كده لما بتكبر بقى نبات في الأنبوبة بتوديه حضرتك الصوبة. بعد ما في الصوبة بقى المدة العمرية أو العمر بتاعها بعد ما أبيعها تكمل، ممكن حضرتك بقى تبيعها عمر 6 شهور، يعني تخطت مرحلة الأقلامة. يعني أنا زرعتها في الصوبة ونجحت، النبات قدر يعتمد على نفسه وكون ورق جديد وكون جذر جديد، إذن يبقى هو صالح للبيع. اي حد هياخده هيربيه ويكمل بيه وينزله الارض المستديره. تمام. اشرح لنا بقى البرطمانه دي بيكون فيها ماده ايه بقى؟ فيها بقى مواد غذائيه، فيها عناصر كبرى وعناصر صغرى، الحاجات الضروريه اللازمه لنمو النباتات. تمام. وفيها فيتامينات وفيها منظمات نمو. منظمات النمو دي هي اللي بتوجه النبات يعمل ايه. يعني مرحلة الستارتنج بتبقى محتاجة منظم نمو معين، مرحلة المالتبليكيشن بتبقى محتاجة منظم نمو آخر أو تركيز آخر من إيه، من منظمات النمو. تمام. وبالإضافة برضو الإضاءة، أنا شايف هنا إضاءة بالنسبة في المعمل. طبعا مرحلة البداية بتتحضن فيها النباتات على إظلام تام زي ما حضرتك شايف كده الأوضة دي. تمام. دي بتبقى مرحلة البداية. بعد كده المرحلة التالية ليها بنزود شدة الإضاءة تدريجيا، يعني انت اظلام وبعدين اضاءه مثلا 500 لكس وبعدين اضاءه 1000 لكس، وبعدين قبل ما تنزل حضرتك لمرحله الاقلمه بتزود شده الاضاءه لان بتخلي النبات يعتمد على نفسه وهيعمل هو، هيبتدي يعمل هو بناء ضوء. تمام. مش هيعتمد على حاجه بقى. بعد ما احنا طلعنا الانسجه من هنا وديناها الصوبه، تمام، كبرت. كبرت. ممكن تتصدر او تنفع محل عادي يعني. الحالتين موجوده. تمام. بس طبعا لازم بيبقى فيه محاذير بقى، والحجر الزراعي وعشان الامراض والحشرات وخاصه حشره سوسه النخيل. الناس اللي بتعمل هنا بقى يعني في ناس متدربه طبعا على زراعه الانسجه هنا بالنسبه للنخيل، صح؟ طبعا اكيد. الناس المتدربين هنا، الناس المتدربين دول بيبقى احنا ايه، احنا كنا في الاول احنا عندنا الاستاف البحثي في اساتذه وفي اساتذه مساعدين. تمام. فالاساتذه المساعدين او مساعدي الباحثين دول هم دول احنا بنعلمهم، وبعدين هم يبتدوا بقى عشان من خلال الماجستير بتاعهم والدكتوراه يشتغلوا معانا، يعملوا الابحاث بتاعتهم وكمان يشتغلوا معانا في الايه، في نقل النباتات اللي موجودة في المعمل. تمام. بالإضافة اللي احنا يعني بنجيب عمالة مؤقتة. منين بقى؟
احنا بنعمل باستمرار دورات تدريبيه لنشر ثقافه زراعه الانسجه وتعريف الناس بزراعه الانسجه وما شابه.